السلام عليكم. الأكلة هي كشك بالبشاميل، والمقادير هي نصف كوب أرز مغسول ومنقوع، بصلة مفرومة ناعمة، كوب من المرقة، كوب حليب، معلقة دقيق ومعلقة زبدة. أول خطوة منحمر البصل المفروم ناعم، البصلة احنا بدنا اياها تصير بنية، ممكن نحمص شوي ونخلي شوي، انه ما نخليهم كتير يصيروا يعني بنيات، بس انا بفضل او بحب نكهة البصل شوي متحمر زيادة. هلا اول ما بدأوا يتحمروا منشيل شوي للزينة، ومنخلي الباقي بدنا نحط عليه مرقة الدجاج او البط او الحمام او مرقة اللحمة، اي مرقة عنا اياها. شلنا شوي بس للزينة، واحنا حطينا الشوربة، انا حاطة البهارات والشوربة فيها ملح وفلفل، كل انواع البهارات. بنحط الرز اللي احنا ناقعينه ومصفينه، ومنخليه هون يستوي على النار. هلا اول ما خلص نحسه نستوى، منحضر البشاميل. البشاميل بنحط شوية زبدة، وعليها معلقة الطحين، ونصير ندير الحليب شوي شوي مع التحريك المستمر. طبعا احنا بهاي المرحلة بنوطي النار شوي، ولما يصير البشاميل مندير المكونات اللي احنا سويناها، وهي الرز مع البصل مع المرقة. بس يصير القوام كثيف شوي منطفي. أكلة كتير لذيذة وسريعة وطيبة بالشتاء، طيبة جنب البط أو الدجاج المحمر أو أي أكلة تانية كأكلة ثانوية. صحة وهنا.